ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا لمار ياسر. وانا ياسم ياسر. الموضوع بتاعنا عبارة عن ملء بيانات للاشتراك في كورس البايثون. احنا عملنا عنوان للبروجكت، العنوان بايثون اونلاين كورس. بعد ما يكتب اسم الطفل يظهر ان يكتب اسم الاب. بعد ما يدخل اسم الاب يظهر ان يدخل رقم التليفون. بعد ما يدخل رقم التليفون هيظهر انه يدخل رقم الايميل. بعد كده يظهر ان يدخل العنوان. بعدها يظهر ان يدخل سنة الميلاد. بعد كده يظهر ان يدخل شهر الميلاد. بعد كده يظهر ان يدخل يوم الميلاد. كده الاب ولي الامر نجح ان يدخل بيانات ابنه بالكامل في الاستمارة عشان دخل